السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. رجعنا لكم بفيديو جديد. هذا الفيديو راح نتعلم كيفية استعمال سمايلات او ايموجي الايفون على الكمبيوتر من خلال فيسبوك او تويتر او اي مكان او اي موقع، يعني موقع تواصل، وذلك من خلال طبعا خلال موقع اللي هو نروح على جوجل نكتب ايموجي ايكونز ايموجي ايكون، نضغط انتر، بعدين ندخل على هذا الموقع. راح يطلع لنا اول واحد فيسبوك ايموجي ايمو مش مكتوب، المهم نضغط عليه راح تطلع لنا هذا الموقع، راح تطلع لنا هاي السمايلات. اللي راح نسويه كالتالي، مثلا لو نريد نختار هذا السمايل نضغط عليه ضغطة، راح يطلع لنا هذا الرمز، نضغط على كوبي كنترول سي او نسوي له كوبي ونروح على المكان اللي نستعمله، مثلا هذا الفيسبوك، نضغط على الفيسبوك نحط الرمز، اذا نختار نحط رمز ثاني نختار الرمز الثاني، ايضا نسوي له كوبي نضعه هنا، نضغط على ببلش. راح تلاحظون انه السمايلات نفس مالت الايفون صارت بالكمبيوتر، ونفس الشيء نقدر نستخدمها على تويتر نفس الحالة مثل ما تلاحظون طلعت على تويتر. هذه نهاية الفيديو، اتمنى ما تنسوا اللايك وتشترك بقناتي اذا كنت ما مشترك، وهذا تويتر مالي وهذا الفيسبوك مالتي، اللي حبي يتواصل وياي، مع السلامة.